اسمي قاسم العرادي، عمري 14 سنة، نادي القادسية، ألعب نادي القادسية وسباحة، صار لي من 2013 تقريبا 10 سنين. الوالدة والوالد الله يحفظهم هم اللي شجعوني عشان أدش هالنادي. فكرت إني أدش كرة ماي، وبعدين قمت ألعب سباحة وكرة ماي. شاركت ببطولات عامة، بطولات تنشيطية، بطولات داخلية، وكنت أحقق مراكز تقريبا أول ثاني. والله نتدرب ونتمرن ونحاول ناكل أكل صحي ومفيد عشان يساعدنا إن نأدي البطولات وكذي. والله إيه، 2019 شاركت بمعسكر تقريبا كان بعطلة الصيف، كنا نداوم الصبح والعصر. الفرق بين المعسكر والنادي إن المعسكر يكون تمارين إضافية ونظام غذائي إضافي، أما النادي تمرين طبيعي ومعتاد كل يوم. تقريبا بالأيام الأسبوع نتمرن من الأحد للخميس، والتمارين تكون من الساعة 4 إلى 6 بدون معسكر. مدرب اللي ترك لي بصمة وطور من مستواي الله يذكره بالخير كابتن عبد الحفيظ. نعم اللعبة فيها إصابات، بس الواحد يقدر يتجنب عن طريق تسخين، تسخن عدل وكذي. عشان أثبت نفسي للفريق أتمرن عدل وألتزم بنظام غذائي عدل وألتزم بالأوقات المحددة للسباحة. عشان أوافق بين الدراسة والنادي أرتب وقتي إنه يكون وقت معين للدراسة ووقت معين حق التمرين. ودوتي في هذه اللعبة هو نواف العتيبي الله يرحمه. والله طموحي إني أكمل 10 سنين قدام إن شاء الله بهذه اللعبة، وأكمل لما أكبر إن شاء الله. اللي شجعني ويحفزني بهذه اللعبة صغاري وأهلي كلهم. أول شيء دورهم دور كبير صراحة. أول شيء عندنا دور الإدارة، دائما تحاول كثر ما تقدر تصلح الخرابات وكذي عشان إحنا نقدر إن نتمرن. مدربين دائما يحاولون يخلون نحقق مراكز عشان نكون الأوائل على الها. في اللي ينقصني بالنادي في ملاعب معسكرات. عندي رسالة شكر حق كابتن عبد الحفيظ والإدارة وكابتن فيصل، أشكرهم إنه دائما يبون يخلونا ناخذ المراكز الأولى دائما. أنصح الشباب اللي بعمري إنه يحاولون يدورون أي هواية تكون تعجبهم، بس الأحسن أن تكون سباحة لأن هي تعطي لياقة زينة حق الجسم. اسمي حسين العرادي، لعبتي السباحة وعمري 11 سنة. بداية دخولي للنادي كانت 2016، ومارست والد والوالدة شجعوني إني أدخل عشان لا أقعد بالبيت وأسمن وايد. تفاصيل لعبة السباحة هي تعتمد على قوة الإيد وقوة الريل، وهي سباحة كذا نوع، يعني الصدر والفراشة والحرة والظهر. ومثلا على حسب عمرك، إذا كانت 50 متر مثلا، إذا كان عمرك 10 مفروض تقطع المسافة ب 45 ثانية أو 40 ثانية. استفدت من السباحة اللياقة والشجاعة وعدم التعب وعدم السمنة. السباق اللي لعبته ما أنسى كان في البطولة العامة 50 متر فراشة، وحققت فيه ميدالية البرونزية. جدولي اليومي في التدريب تمرين في العصر من الساعة 4 إلى الساعة 5:30،
وأول تمرين ناخذ تسخينات حق نص تمرين ناخذ سرعات، وآخر تمرين راحة بعدها خلاص نخلص التمرين وبس. أنا أنسق وقتي بين الدراسة والرياضة، مثل لما أرجع من المدرسة الساعة 2 أروح النادي وبعدها أدرس اللي أبي. هو في إصابات لازم يتجنبها السباح، لكن بعض الإصابات نادر تصيبها. نقطة ضعف الرياضة اللي حابة أطورها عندي هي اللياقة، وأي شيء أسويه في التدريب. أصعب تمرين لي في التمرين هو الكيلو نص. بالنسبة للمعسكرات والبطولات، شاركت بمعسكر قبل تقريبا شهرين أو شهر، وحققت بطولات، حققت ميداليات في بطولات وايد، مثلا بالبطولة العامة وبطولة 2019 و18 و17. تمرين معسكر انك تسوي تمرينين باليوم، وتمرين النادي تسوي تمرين واحد باليوم. دور مدربي الكابتن تامر يشجعني ويخليني اني اتطور زيادة، ويعني ما يسوي شيء يخليني اني ما اتطور. الوالد والوالدة حفزوني اني اكمل بالسباحة، وأعطوني كلام خلوني أشتهب بالسباحة. علاقتي مع ربعي بالنادي أو بالنادي طيبة. اللاعب اللي بيني وبينه تفاهم وتحديات اسمه محمد الخالدي. طموحي بهذه اللعبة أني أتطور وأكون أحسن من الآن، وبعد 10 سنين أكون بطل في الكويت. إذا عندي بطولة أو سباق أحضر لها، أني لما أسوي السباق أكون في أحسن مستويات، وما أسوي شيء خليني ما أتطور. عشان أكون لاعب ناجح إني أتطور وأسوي أشياء تخليني أتطور. أنصح اللي ما يمارسون الرياضة، الشباب اللي بعمري، إنهم يمارسون الرياضة، إن هذا شيء مهم في الحياة.